فرنسا ترد على أخنوش بعد مطالبتها بمغادرة المنطقة الرمادية في ملف الصحراء. أكد باتريس باولي المكلف بالتواصل باللغة العربية في الخارجية الفرنسية إن المملكة المغربية تعرف جيدا موقف فرنسا من مغربية الصحراء، مشيرا إلى أن موقف باريس ثابت إزاء الملف، وذلك في رده على رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي طلب صراحة الجانب الفرنسي بالخروج من المنطقة الرمادية في موقفها من مغربية الصحراء. وفي حوار مع فرانس 24 قال باولي إن وزيرة الخارجية الفرنسية في آخر زيارة لها للمغرب أوضحت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الدبلوماسية المغربية بوريطة أن فرنسا لديها موقف حاسم وثابت من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كونه يشكل قاعدة جدية ذات مصداقية في اتجاه إيجاد ملف متفق عليه. واعتبر المتحدث أن باريس وعلى أساس موقفها الذي عبرت عنه أكثر من مرة تؤيد عودة المفاوضات بين الأطراف المعنية حتى تصل إلى حل عادل وواقعي، رافضا أن يكشف موعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.